لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء عن الاعتزاز والتقدير لكل من أسهم في تشريف وتكريم مملكة البحرين في المحافل والهيئات الدولية على المستوى الرياضي والثقافي وفي أي مجال آخر تم فيه رفع اسم المملكة خفاقاً، متمنيا سموه التوفيق لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. فيما نوه سموه بالجهود الخير التي بذلتها معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، والتي أسهمت في اختيار جناح البحرين في إكسبو ميلانو 2015 ليحصد الجائزة الفضية من بين 150 جناحا عالميا، وهو إنجاز يضاف للإنجازات العالمية التي حققتها مملكة البحرين. كما أثنى سموه على عطاءات رجال البحرين ونسائها في مجالات الأدب والفكر والسياسة والاقتصاد، وهي إسهامات لها محلها من التقدير لدى الحكومة. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى تطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث أكد سموه أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة والعالم أصبحت تؤثر بشكل مباشر على المسار التنموي، ومؤكدا سموه أن الحكومة تحرص على ابتكار الأدوات التي تهيئ الأرضية أمام التنمية، وفي مقدمتها توفير الأمن والأمان وسد جميع الفجوات التي يدخل منها الإرهاب.